يبدو بالفعل أن ريان خرج إلى الضوء، لا ندري الحالة الصحية وربما هذا سنعرفه لاحقا، ولكن الصور الآن رغم ضعفها التقني ولكنها توضح بجلاء أنه ربما خرج بالفعل ريان وتحركت عربة الإسعاف بالفعل. الحمد لله على السلامة ريان أخيرا بعد 5 أيام من القلق الذي استبد بالجميع الآن، وعملية إنقاذ معقدة جدا وهطول أمطار وانجرافات في التربة. أخيرا ريان يخرج، فلنتابع معا صوتا وصورة. هذه الصورة المهيبة حقيقة هي قبل ثواني قليلة فقط للحظة خروج ريان خارج النفق، والتي ستكون عنوانا ربما لما تبقى من ساعات الليل. غادرت سيارة الإسعاف